السلام عليكم، مرحبا. الحلقة وعدنكم، أنا كنت وعدنكم طاقة نووية. لحظة، ما سرقت سامان، بس يبغى الكونكريت، 500 كونكريت يبغى الظالم. زين، عندنا حصة، وين كونكريت؟ بس هذا ما سوينا قبل كونكريت، يبغى مي. يخ، بعد ردينا شغلات اللي تبغى مي، ها ردينا شغلات اللي تبغى مي. زين، عنده حصة مي، عنده حصة، بسوي بومب بومب. خلينا نجرب هالبومب، شكله مثير للاهتمام. هذا ظني يدف شغلات ما يخصها في البومب اللي انا ابا. بعدين بستكشف شو يسوي. اقرا اول شي يسوي، شو يسوي بومب. اظني هذا بيسرع الطاقة النووية مالي، تتوقعون؟ نسوي، بجربه بعدين، نعطي عليه تست. ان هذا الحين اكثر من كفاية حقي انا، الحين اكثر من كفايه. نعم، نسوي هذا هني، ونسوي كونكريت. لحظه، شو يبغى اول شيء؟ يبغى ايرون اور. لا، ما يبغى اي اور، ما يبغى اي اور، يبغى اور جاهز ايرون. يعني ما قال لك ابغى شويه هني شويه هناك، لا لا لا، اعطني من الجاهز. اوب، على حظي على حظي على حظي على حظي. انزين، عندي ايرون اور. اول شي بسويه يصير اني بلنا رشاشات وطلقات. انا رشاش والطلقة، شي جميل. كم واحد شليت؟ 19. وايد محتاج الكثر الصراحة، انا محتاج الكثر، ابدا مش محتاج الكثر، دام ان هذا الانتاج اصلا اكثر من اللي نحتاجه بمراحل. خليه ترس يمين، قصني اقول مرة. عندك السكان، انت تعال، ما تبغى. ادري فيه هني شوي ضايع، بس مو مشكلة، بنطلع ايرون اور حق الطيب. كان خطة ناجحة هذه. بعد في عنا مشاكل هناك، كم هجمة بيهجموا علي؟ ما تعبوا؟ خرب بيتهم. لازم ابيدهم، انا لازم ابيدهم عن بكرة ابيهم. كبير، بيكون فيه مجموعة رشاشات، فيفضل بني بلا لازم حصة. طبعا يعني موارد لازم نحميها. كم رشت عندي؟ 3 شاط، 4، بس بستغني عن واحد من عندي. كان لازم نشيل اكثر، انا استخسر في كل شيء ولا هذا؟ تبون الصدق؟ بنحط البمب مال هني، بنحط له. يبقى كم واحد من هذي؟ خلنا نصير نشوف شو السالفة هناك يا جماعة. هذا قاعد استوت حرب هني على طول، حرب. شوفوا قاميون اكبر، قاموا ناس يضربون عن مدى بعيد بعد، مش بس اكبر. ابو فليم ثرور، ابو فليم ثرور اللي وجهها الصوب، لانهم كلهم يقولون من هالصوب، صح؟ ترى اللعبة مبدأها كل ما زاد التلوث ومع الوقت الاعداء يستوون اقوى واقوى، فاذا نحن ما نهتم لهالشي هذا بيرقدون على استرقاد. اقول لكم بين هذا هني، هلا هم جايين هناك يرشون. بكون هني قريب اول فترة، بشوف شو بيستوي. نبا جرين سيركت، جرين سيركت، وابا لا بس 2 3 يسدون.
كريت يسدون نبني بحصة من تحت. الحصة قام يستوي شوي شوي، شيء أساسي على فكرة يعني. وبني بيبات بيبات، طبعا انتج اكثر ما يكفي اللي عندي. كونكريت يا صديقي، لان الكونكريت كونكريت 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 كونكريت. وين الوصلات؟ هذه هن، نبغى بس هذه وهذه بس، باقي ما خلص البيت. مشكلة. واحد واحد اثنين ثلاثة. الحساب كان قريب مش بعيد، وايد نسبيا يعني قريب نسبيا. عندي سبريتر، شال السبريتر انا هناك، هي موجود. هذا كله على اساس ننتج النووي، كله على اساس ننتج النووي. فين برمر من بينهم؟ ما عليه مشكلة، مشكلة مصدر الشاشات. حلو، ضبط معي. والله ما توقعت اضبط، بس تبون صدق. اوكي، هني نسوي ابا فيرنس، يبون ستون بريكس. نحن ابا فيرنس، لا ما ابا الكتريك فيرنس انا لو سمحت، او بس فيرنس هذا واحد عادي اساس ننتج كونكريت. انزين، يبون ايرون اور، واللي هو بيهم من وين؟ بيهم من هني. ها معناه الكونكريت شي قوي، والكونكريت في العادة يكون مسلح، طبيعي بيحتاج حديد. فخلني بهني وننتج لنا عمدة كهرباء اللي ما عندي حقها اي شيء. خلنا نشيل هاي اللي بكبرهم، ما احتاجهم، بنحتاجكم. سوري سوري، فين نحتاج للكهرباء؟ ما ظن بي وراي. شوف مي عبيل هنا خايس. اوكي، بنحط كهرباء كهرباء، وثم كهرباء هني، وابى انتج الاثنين في تي. ليش تي؟ على اساس نخبركم عن ليش تي، على اساس ان هذا بيجي الحين. وطبعا اكيد لازم اي بالعيد، لازم شيء اساسي. زين، الحين بنحتاج شوية فحم، والله مش شوية، أغني وايد بنحتاج. الحين ما أقدر أخاطر أسوي شيء كهرباء، نحن ما كنا نسوي الكهرباء واحتجنا فحم. وين أقرب مصدر فحم؟ لا هذا مكان صعب، هذا مكان صعب يهجموا عليه على طول. أبغى فحم هني. خلني امشي الانتاج، خلني امشي الانتاج، بصير بي بترول شوي، بمشي الانتاج. بعدين شو بنيب؟ مشي الانتاج من هني، واندر جراوند بلت لهني، بكل كونكريت هذا.
ما عندي فيول هني، لا ما عندي فيول، خليني ابلا شوي بترول، بيبلا شوي بترول بتفهمي عقب. 3 4 عندي هناك صح. كل شيء الحين انتاجه جيد يعني نسبيا. زين ونبقى كونكريت نحن حق شو؟ حق نسوي هذا. طبعا ما بنحتاج وايد كونكريت ترى على فكرة، بس اذا احتاجنا يكون عندنا منطقة انتاجية جيدة وعندنا منطقة انتاجية جيدة. بخلي بس الكونكريت ينحط هني، حتى ما اظني بحتاج هالكثر. خلنا نشوف بس كم يستهلك المصنع النووي. نيوكلير هو يحتاج 500 ادفانس سيركت. خيبة 500 كونكريت، لا انا غلطان، يبا وايد، يبا خلي ينتج هالكثر يا ابوي، خلي ينتج، خلي ينتج ورا، خلي ينتج. بس السؤال كم انت، انا ليش سويت هالحركة هاي اللي ما لها داعي؟ ترى حركة ما لها داعي ابدا، لازم تسويها هاي. 5 ستون بريك يبا، وشو غير الخمس ستون بريك؟ 100 ووتر، يعني كل واحد فيهم كنا ستيم انجن، واحد ايرون اور بس. اوكي مشكلة. هجوم شغالين عليه هني، بس بتشوف فريم ثور، فريم ثور ما ادري ايش يسوي. بس اهم شيء ما يعقون شيء يعني. شكله فيلم ثور سوى فرق وايد اتوقع، لان هذا كان دمج بنفس الكمية قبل. انزين تعال تعال تعال، خمسة ستون بركي بقى. بس قاعد يعبي، واللي هو شيء ممتاز حقنا احنا، يعبي حق اللي عقبه، فمعنى ما بيوقف في كل الاحوال. والماي 200 واصل لك الواحد، بس يباله كم وقت الانتاج؟ هني الموضوع كله، كم وقت انتاجه؟ 10 ثواني. اوكي 10 ثواني يعني 40 ولا وحدة كل ثانيتين، يعني قريب، مش بعيد راح يخلص قريب. يبه هني خليه يفضل الانتاج كله داخل. اذا ما كفى بعد بالطريقة هاي، اخلي الاثنين يشلون. ها اذا ما يستوي بعد اخلي 3 يشلون، بس هذا يكفون اقل خلاص. اذا شيء هذا طاف ذاك بيشل، لان اول كمية كانت كبيرة، ف ها خلاص هذاك بيصفي الباقي. ممتاز، محتاجين احنا الحين طاقة نووية الصراحة، على كمية الكهرباء اللي قاعدين نصرفها. شوفوا بعدها الكهرباء ترى بعدها في نقص نوعا ما، ترى نقول ما في نقص، في نقص غير. هذا شو نحتاج؟ هيت اكستينجر. الحين انا بعرف هذا كيف يشتغل، اكستينج سيد بتوين هيت سورس اند ذا فلويد. اوكي هذا حق النيوكلير، ويكون هيت بايب، يعني اكيد بحتاج ادخل ماي اتصور. هلا نسير نشل لنا هذا، ليش عندي كل هذا انا؟ هلا سير اقف مكان انتاجه. ها شو محتاج؟
خلنا افتك من هذا بس. انزين بحتاج من الاحمر انا. بعد ياسين قصنا الكبر هذا ترى مش معقول ابدا، مش معقول كمية الكبر اللي قاعد استهلكها انا، يعني مش ترى مش طبيعية ترى. وين صارت الكهرباء يعني؟ ها من الهجمة شكلها نقص. انا ارد اشتغل الحين. في شي ناقص منهم معيل ترى؟ اذا نقصهم وارد، السبب الرئيسي انه ينقصه شو؟ ترى الكهرباء. ممكن ازيد انتاجية بس الحين ما يحتاج. الحين انتاجية محتاج ازيدها هايل، بس خلى دام انه قاعد ينتج ولا ما قاعد ينتج. الحين قام ينتج. انا برجع لذاك، خلوني اخذ من هايل. صار عندي 500 قريب 500، مش 500، ابغى 500 من هاي. خرب بيتك كم يحتاج. اوكي هاي عندي يبا 700 كبر بليت ما ادري كم، ويبا ستيل. ستيل مفروض ان عندي انا ستيل، مفروض عندي ستيل هنا في صندوق. كم يبقى ستيل؟ يبقى 500 ستيل بعد. يا الله كم يحتاج صار فيه هذا النيوكلير. عندي ستيل فوق بعد، مش من ستيل اللي فوق، مفروض انا اصلا اشيل من اللي فوق. هايل سوري سوري سوري. زين هاي الستيل بعد ناقصنا ستيل يا حبيبي. تعال ستيل ستيل ستيل. عندي ستيل الحين؟ اي عندي ستيل. ناقصني هاي بعد كوبر بليت. ال نووي تكلفة صراحة، تكلفة كم بخسر عليه؟ خايس بعد. قام يهجمون تحت ترى على اليمين هني. شوف 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 خطيعي هايل المؤذين ترى هذيل. شوفوا من هذا يرميهم. شوف الحين بيعاد يعقونه، بس عفي عليه والله، والله عفي عليه الصراحة. قاوم 1 2 3 4 5. اشوف نيتروجين اخله داخله، وهذا النيوكلير باور بلانت. اشوف محتاج 100 كبر بليت. ايوه شو موضوعه هذا؟ شو موضوعك يا صديقي؟ شو سالفتك اصلا؟ شو الفيول اللي تبغاه؟ يورانيوم شبه متأكد يحتاج يورانيوم، ان هالشي اللي ما عندي.
ايوه الكلاب يوم مهني يبالي خط الصواريخ. Can not be mined by hand because it requires sulfuric acid. مو سلفرك أسد عند منو؟ هل البترول ولا but fuel is a chemical fuel nuclear reactor can only use nuclear fuel. فول منو؟ اوكي سنسنسر بتن ايرو. يعني هذا كان المشروع ترى مش انجح مشروع سويته حاليا. بس انا متاكد كان عندي شيء قريب مني وما اخذته. ايوه هناك فوق تذكرون الفوق. بس انا ابغى روكت لانشر الحين لحظه بحطي مكان مسدس. انا انسان يعيني مزاج أعق على بعض الناس صواريخ. خلاص زين. انا مو لحظة ممكن تيهني زين. شو يحتاج؟ بلاستيك اكسبلوسيف. شو يباله؟ شوتجن شيلز اكسبلوسيف. تحت شو حطينا؟ الاذكياء. وين الاكسبلوسيف؟ هذي لهم وما يستوي انا اسوي. اخ بعد ذا كله زين. كان عندي هيني يورانيوم هذا بيتحرك بيدوسني. خلنا اشرد نبغى اكبر الملتك ستيشن الحين. صبر هذا يورانيوم تي من باب يتغير هنا يتغير على طول. ذا شي بترول قريب ولا لازم يبقى هناك؟ لا ما عندي بترول قريب شكله. هالشير انا متأكد اني فجرته في يوم من الايام. انا متأكد اني كنت مفجرنا الصراحة. ينبت شير ينبت سلفرك اسد. سلفرك اسد زين. هذا شو ليش عندي يتأخر الحين؟ قام يتأخر. هذا البنفسجي ما ينتج لقلة هذا شو اسمه؟ شو اللي ناقصنا هذا؟ انجز. تعال انجز. عندي انتاج بطيء مستوي الكتريك انجز. يعني لازم امد بيب من هني لين هناك. احسه تو ماتش الصراحة. تو ماتش مش احسه. هذا الحديد ما عاد نفس الاول. لا موجود. اوكي بنحتاج من هذي. خلاص الحل انه
الف شوي شوفوا وين بمشي هنا شوفوا وين بمشي المشكلة لازم عليه ما رو محطني مكان ثاني ما رو محطني اي مكان ثاني راح اختار سوري يا اصدقائي سامحوني كان في انتاج فيها ما كان بيخف فيها ليه مناطق بتخف في الانتاج فيه بس ما عليه بيزعلون يومين وبيرضون عقب مش خطية يعني هذا خلني بهذا هني زين منتجنا هايل ما نبى هايل ما نبى هايل ما نبى هايل خلنا ننتج بيبوت ونوصل شو الوصلات شوف البيب هذا شو بيمشي فيه بتمشي امورنا ولا ما بتمشي خلنا نشوف تمشي امور شكله سلفرك اسد سلفرك اسد ضعيف سلفرك اسد ترى في عندنا بمب نحوه في عندنا بمب صح شوف وين قوي بحط بمب خلنا نجرب احنا مسوين بمب وسوينا ترى بس وين حطيت انا من ايدي هذا هو البمب تعبان تعبان المسافة طويلة ترى لو نحط بمب هني اوكي نحط هذا هني ما شوفوا استوى قوي ها شوفوا قلت لكم عشان ندف فلود فيه ما صدقتوني نشوف اللي وين بيوصل قوي لا لا ممتاز ممتاز نحن شو محتاجين الحين يورانيوم خلينا نحط عدد لانه ما في وايد يورانيوم هنا في كل الاحوال بخسر يورانيوم ليش سبة البيبات كيف احط البيبات بطريقة لحظة اذا ايبر يورانيوم ورصة هنا سيدة ما اتصور ان انا عندي كباسيتي الصراحة اصدق اني اشغل هاي الكلام انا ما اتصور هالشيء بس مش غلط انه نجرب زين ونشوف هل الكمية اللي بحطيها تكفي ولا لا شوفوا هذا الموضوع يسمونه الموضوع الصعب وهنا من فترة ما كان هجوم ان شاء الله تكون الامور امنة يعني ان شاء الله تكون المكان بامان بس الحين لان عندي بيبات بنحطي مكان قريب ورا حماية
بنحطي مكان نحمي فيه، مكان نقدر نحمي فيه. هني قريب مش مكان بعيد. اوكي مكان بنمرر بعد من مستاد الخبصة. ما اظني، لا ما بيمشي. جت بالحظ ترى. وين بحطي ال هذا مكان حلو شكله، مكان فانتاستيك شكله مرة من الآخر. فخلص بنحطي شكله هني، قررنا حطي زين. إذا حطيته هني أبو ماي صح؟ بحل مشكلة الماء بعدين، بحل مشكلة الماء بعدين. ترى صبر خلني أشيل لي. أول مرة أشوف واحد يحط يورانيوم في جيبه ترى. Or can not be used uranium or can not be used as fuel. شوفوا هاي مرحلة الاستكشاف الخطيرة، هاي يسمونه الاستكشاف الخطير هذا. زين هذا معناه في نوع من الفيول نحنا نقدر نسويه بس حق منو؟ حق النيوكلير. فهني لازم ندور شو نوع الفيول هذا. بويزن كبس ولا شكرا. هندور على نوع الفيول. شوفوا هاي انواع، انواع فيول يورانيوم فيول سيل. بس في شو تتسوى؟ not enough ingredients. يورانيوم لازم احول يورانيوم لشيء ثاني. باتري باتري MK2 لازم اسوي مصدر طاقة ممتاز. وهذا شنو الفيول انرجي كونسبشن يورانيوم اورزين. بحطي شو اقوى واحد، اقوى بلدن عندي هذا. زين بسوي واحد بنستكشف انا وياكم كيف نحول هذا الى فيول. من هذا الحين يقول محتاج شو 8 ما ادري كم جرام يورانيوم، ما ادري شو يورانيوم فيول سيل. يبقى ايرون بليت واللي هو موجود كل مكان عندنا تقريبا. يبقى يورانيوم بروسيسنج ميد ان صديقنا الصدوق اللي هو هذا. هذا طلع صديقنا يسوي يورانيوم حقنا. ايوه انت تقول من الاول في بروسس حق اليورانيوم. يا جماعة والله عيب، اكلتوني اكل لك. كم يهجمون؟ تعبوني ترى نفسيا، بصير بدمرهم. خلوني اخلص بور. والله كل شوي هجوم، واحد ينسى شو بيسوي ترى. اوكي زين خلنا نسوي ريسيرش في ديفنس. ديزرت تور الدمج، دمج نبغى دمج. زين شنو نبغى بعد؟ كونكريت. انت بعد تبغى كونكريت؟ استوى الكونكريت هواية. وشو هذا؟ خلنا نشيل هاي ما ادري ايش، بس شليت. زين خلنا بينتج وبروح هناك. زين شنو ناقصني الحين حق هذا؟ كرر وات ايفر كونكريت وما اعرف منو خربطون. زين بس انا ما بسوي هني،
روح دخيلك مو بتذبحني. انا بحول يورانيوم مكان ثاني، ان هذا المكان ابدا مش اوكي بالنسبة لي، ابا مكان قريبين بحر. والسبب اني ما اخذت من هناك لان هناك شو بيستوي، بندق على عين دق زين. ابا ايش الليزر تورت؟ تورت العادي فيه له دمج عندك؟ ايش كل الليزر تورت؟ ما بقول كوفيشن، ما بقول فريم ثرور دمج. هذا زين، اظن انه خذ مني هناك حق الجماعات الكبيرة. حطي عند الخطر. ايش كده النيبة عن طريقه هني، هذا المكان وما بيوقف سيدة. ايش من كثر اليورانيوم اللي عندي يعني. زين زين، ما ينفع بالطريقة هاي اللعبة، تعرفون ليش؟ لأن بيدلني ساعتين لين يسويهم، بسوي حبة حبة عساس يجهز واستعمل. نيبلين وين؟ اليورانيوم بالنيبلين تحت هني عند مصدر الماي الأولي. وين قلت بغيره؟ بخليه نفس المكان. اثنين ليزر مع الجماعة الطيبة اللي هني. طيب نبى كهربا، حق المكان تراهم لو شوي اذكياء. شو بيسوون؟ بس بيهدمون مال الكهربا، بس مو بيسوون شي ثاني. بس ما اظن انهم بهالذكاء يعني. خلنا نحطي هذا بني بالكهرباء، لا تسأل بس لا تصيح علي. شكرا. فريم ثرور دمج نزيد. بيحوله لشو هذا؟ بروسيسنج. عقبة انا اتصور بحتاج هذا. لو بيكون المفروض هذا صح؟ هذا يعني تشانس 0.1%، اوكي؟ والثاني تشانس عالي. يلا ها كلام كبير يا اخي. زين انت تم انتجهني وانت مقتنع انك قاعد تسوي الخير في العالم. زين وانت تسوي هذا، بس واحد ما يكفي ترى، هذا ابدا ما راح يسد الحية. 50 ستيل ومية ايرون. نبى ستيل. زين نبى ستيل ايرون جير. تعال ايرون جير تحت. تعال اعطني اعطني كيف. اوكي وبثرين من هذا. ترى هذا مو برخيص ابدا على فكرة، هذا يكلف وايد مواد. اعتبر مشروع مكلف ترى، حق بور ويولع في الظلمة بعد، وبلوشن شكل عليه بلوشن الخاضر. مبهدلنا غير البلوشن هذا، عاوزنا غير البلوشن. كل شوي يزيدون قوة الاعداء. زين خلنا بس بسير انا حطي الليزر.
لحظة احط رشاش بعد ويبطلق رشاش. انا عندي وايد صح يعني ليش سويت هنسل انت؟ لا انت مبطوف قدامك مبينها خير مرة مرتين طوف قدامي سواني هريس. تعرفون هريس من الطلقات مكان قام يستوي عود ترى. يبالي فلو فلوم فلوم فليم هاشو رادار فليم ترور ورادار بعقه هناك. هذا بيكون بوست ولا مركز كبير مو بمركز صغير مرة ضخم. مركز دفاع استراتيجي هذا يكون. وين الفليم ثرور مالي بعدك قاعد يجهز؟ اثنين فليم ثرور سوينا. انا مخطف من الوسط اوكي وبرادار في الوسط. الوضع محتاج الى رادار عندي هذا هي محتاج الى اثنين. هذا بوست محترم ترى لانه دائما هجوم كبير. كان المفروض اسوي هناك اظن هاي نفسهم اللي يهجمون تحت ترى. انا اتصور انا ما طلبت منه ينتج يا صديقي يا حبيبي. ما عندي اي موديل هنا زياده. لا ما عندي. عندي اسوي موديل سبيد شي ما عندي. انزين الحين بنحطي هذا صح. هذا شو الفيول اللي يبغى؟ مش هذا طبعا. هابي يطلب منا شو اسمه فيول معين وايرون بليت قبل لا يستوي. يعني الوضع يبغى له وقت شوي انتاج. فخلنا نسوي بعد واحد ثالث لان هذا انتاجه بطيء الصراحة جدا. بعد واحد ثالث نبغى بالي ريد سيركت. بس ريد سيركت موجود عندنا ليش اللون خليهم يشيلون ريد سيركت مهني. واحد من هالاماكن خليه يشيل مهني. وين لوجيستيك تشست؟ ابغى لوجيستيك تشست بروفايدر حقه هني. مش هاي اللي ابغاهم بس مش مشكلة عادي خليه يستوون. نبغى واحد من هاي يعبي تو ستاكس ماكسيموم اساس هاي الاذكياء يقدرون يوفرون حقي. زين ونبقى بعد واحد خلنا نشوف لحظة. بعد مية ابا عندي مية وشي مو مشكلة. شو بعد محتاج؟ بسوي اثنين غير مية كونكريت. كونكريت مو مشكلة انتاج عالي. كونكريت انتاجه وايد عالي اكثر ما احتاج مراحل. بس بسوي ارضيات اظن بسوي ارضيات فيه في الكونكريت هذا مو مشكلة. بستفيد منه الصراحة. ادري ما عندك كهرباء لا تحرطم. خلنا ندفك بهذا تعال خلنا نسوي تربل انتاج في حال يطلع لنا يكون لوكي لان هذا طلع تشانس صديقنا. لا برودكتس اوكي تجري امية حبة ذاك بعدين تجري حبها شي يعني ما في شي اسمه تفاهم عنده. هاي ينتج منتج واحد للحين. زين الحين شو السالفة هاي؟ The process create uranium it required large amount of uranium as a catalyst. لا الحين ما نبغى هالكثر. نحن نبغى نسوي فيول nuclear fuel processing to create uranium 238. اوكي يعني يمكن من الصبح اصلا انا مسوي شيء غلط من البداية.
مش مشكلة، نحن عندنا بروسيس الحين شغال 5 دقايق غير بيكون وقت الحلقة، تبون صدق خلص بالنسبة لليوم. يبا شو نسوي في الوقت هذا؟ نشوف نسوي لنا من تحت هني، ترى الحين الالكتريك موتور في باله. لوبريكنت هذا ضعيف، ها تاج ضعيف لليورانيوم. الموضوع هذا ترى مو بطيب ابدا، لو ازيد البمبات بتفرق وياه. كهرباء نبى كهرباء، ترى نبى كهرباء، ترى انا عارف اني ابى كهرباء، ترى كلها التعب حق كهرباء. زين نسوي ما بسوي بويلرت، بس مليت الكهرباء ما قاعد توصل كل مكان ترى، فالريسيرش بطيء وايد. خلنا نساعده شوي، شو اللي ناقصنا نحن في الريسيرش كله البنفسجي؟ سمبلنج ماشين، زين شلينا كمية سمبلنج ماشين، وان الكتريك ما ادري شو هد. يلا خلنا ناخذ الكتريك هجمة هني، هذا مش قادر ينتج بعد. الكتريسيتي كم يبغى هو صنع حضر الجنابة؟ 1500. هل تتوقعون انتج 1500؟ خلونا نسوي وصل، خلونا نوصل، شو نوصل؟ وصل هذا صديقنا هذا، لا هذا احسن، احسن وصله ممكن، بس هذا الفحم بيخرب بشكل مش طبيعي. ولما خرب الفحم بيخرب منه صديقنا الثاني. خلنا نشوف، لابد يكون في حل للموضوع. ايه مفيش، حتى هاي ما عندي. بايرون بليت وين؟ ليش مش طالب بايرون بليت عندي؟ على الاقل لما يكون عندي دم. زين وين كنا نحن؟ كنا هني. زين سوينا هذا سيدة، لا هذا خيلك، خيلك لا تمكس، خيلك خيلك لا تمكس. واحد هون بعد بين شبري هني، بعد واحد اندر جراوند. انتوا فاهمين معي شو اسوي؟ انا قاعد احاول الحين ازيد دخل البترول على اساس يزيد عندي التاجه هنا. اتمنى يزيد التاجه. هاي الماخذين كهرباء كله ولا كيف؟ انزين انا عندي وايد سيبريشن هنا قاعد يستوي، وايد وايد ومضغوط المكان. اتصور تصور مضغوط ترى. هذا وين دش مع الكرود وير صديقي؟
خلنا نشيل هذا عيل نجرب. انه وايد قريب. شوفوا اخسي في البترول انه ممكن يتمكس بسهولة. بعد يهجمون. هني في كرود اويل ليش؟ هني في كرود اويل يدخل في اللين. في تضارب في اللين. من هني في شي غلط. فشو بسوي؟ خلنا نجرب حركة الاندر جراوند يمكن. اوكي مش الوضع، مش الوضع. كان في اختلاط هنا كان قاعد يستوي. ما اعرف شو هي هذه المنطقه، ما اعرف شو فيها صراحه. تعبت. انت بتوقف شوي شكلك. المشكله هني سؤال، ايه في مشكله في هذا المكان بالذات. ذات هذا المكان فيه مشكلة. هذا اللي مسوي مشاكل كلها من الصبح ترى. وشو بنسوي؟ بنغير طريقة الى مكان ثاني. انا انت بشلك سوي كندر جراوند. زين مخترب ممتاز. زين هذه وصلة هني لهني. لحظة الموضوع يبغى له تركيز. اوكي نظفنا الدرب، نظفنا الطريق وزدنا الانتاج، وزدنا انتاجيته. حلو ممتاز ممتاز. زدنا الانتاجية هنا. هذا معناه هني مفروض يكون شو يبي اويل ضعيف. الكتريستي جالس يلعب لعب ترى. الكتري والله انه جالس يلعب لعب الكتريستي. ترى في النهاية هذا لو مش موجود في المنطقة كامل بيوقف ترى. هاي اليوم بس محتاج كل المنتجات. انا في فحم، في سبليتر، بني فحم. انا اسف يا الفحم لكنك اليوم بتعاني معنا مش طبيعية. السير هناك وناخد بليت. صبر جراوند انه هذا اللي راح يمشي من هنا. اندر جراوند بعد نبغى اندر جراوند ثاني. بس وصل فهم لذاك الصب. وانت يا صديقي خلاص ما نبغاك.
تروح الانتاج خالص. خلاص خلنا نحط بوم بعد، تعرف اقول لك بحط لك بوم، تعرف ترى ينقص في اويل هذا شكله ادفانس بروسيسنج 30 30 30، وهذا 10 15. لا انا ابو هذا مو بالادفانس، وهذا هذا خير لي بيعطيني شوي في اويل. شوف اللي فوق اشتغل، اظن بيحاول يشتغل، تريو عليه شوي. زين نشوف الريسيرش مال صديقنا شو استوى فيه. ترى هني بكنسل اللين هذا كامل، ما بقى لا ادفانس بروسينج ولا شيء. انا شو ابغى الحين، خلي المويه هناك برايه، ما ابغى بلاستيك من هذا المكان، بلاستيك مصنع واحد خلاص، لان انا محتاج هوية الحين، انا محتاج انه وبشدة. خلينا نفضل المكان هذا، بلاستيك تحت قاعد ينتج، سيركلز تحت ننتج، وهذا قاعد ينتج بلاستيك خلاص، هذا يكفي. بوسع المكان، مكان مضيق بي الصراحة، مضيق بي المكان، ضيق من الخاطر. زين شغال 100 100، يروح ولا ما يروح؟ اقول لك تروح، يعني تروح بيب دايركت، ما يبغى، اظني ما يحتاج، انت مو صدق، اظني ما يحتاج لانه يوصل. لو ما يحتاج، هي ما يحتاج بمب، مسافة اقرب من انه قاعد تجري كود، قاعد يكفي الكل الحين. الصبح استنزف انا الهيفي اويل في كل شيء، ما ينفع الطريقة هاي، ما تنفع صراحة. اذا احط ريفاينري ثاني الحين عادي ممكن، لكن ممكن اوصل هني ريفاينري ثاني اذا بغيت، في مجال حق ريفاينري ثاني وانا مرتاح. كيف اسوي ريفاينري ثاني؟ تبون نسوي ريفاينري ثاني؟ بنسوي شكل ريفاينري ثاني، لكن كل شيء بيختلط، فالريفاينري الثاني لازم يكون ويل ثوت. البترول هني كيف ننزل؟ لو كان يستوي بس اتحكم انا كل مخرج شو اطلع منه، ما يستوي صح، ما يستوي. خلي الحين دام هذا شغال وبينتج لنا، هلا خلي الريسيرش بيبدا يمشي الحين شوي. ترى الريسيرش من الصبح واقف سبته الاويل هذا، ترى الاويل هذا معننا كان في حياتنا، جدا كان معننا الصراحة. زين ممكن شوي تعديلات هني، طبعا اذا نبه ممكن شوي تعديل، دائما اني اطلع اللين هذا برع، بس بيكون شوي معانا صراحة، لانه بيكون
هاي الطريقة. إذا وصلت الفكرة الحين ممتاز بيكون. زين، وهذا لازم يتحول هني. طبعا مش قضية اللي تطالعونه يعني، لا يبالي أفكر في الموضوع هني، يبالي تفكير جامد، تفكير طيب يبالي في طريقة اني انا اطلع برا يبالي تفكير. تعال هني اقول لك، حلال عليك، ودن حق الريسيرش هناك. تعالي ود مشكلة. حنشوف اصحابنا اهل اليورانيوم شو سووا، طلعوا لنا شيء نبا. من 200 حبة، من ثلاثة شغالين 235 يورانيوم و 238 يورانيوم. عيل، هذا بالنسبة للحلقة الأولى للنووي، بكمل إن شاء الله في حلقة ثانية. أشوفكم في الحلقة الجاية، دقوا لايك سبسكرايب كل شيء. فنان سووا القناة.